مساء الخير على حضراتكم أجمعين. أمسية جديدة من أمسيات جروب أثار وحضارة مصرية، جروب مؤسس منذ أكثر من 15 عاما على الفيسبوك، يهدف إلى تعميق الهوية الوطنية، كل ما يخص مصر من تاريخ، آثار، حضارة، فنون، لغة، ديانة، تراث، فولكلور، عادات إلى آخره من الأمور اللي تهم وطننا الغالي والحبيب مصر. النهاردة أمسيتنا هيشرفنا باحث من الباحثين الجدد الواعدين. هذا الباحث أستاذ شريف محمود عبد الستار، باحث ماجستير في الآثار المصرية القديمة. هو خريج جامعة جنوب الوادي، ثم أكمل الدراسات العليا في جامعة الأقصر، وحاليا في سبيله لاستكمال الحصول على بقية الدرجات العلمية من جامعة أخرى مع أستاذ كبير من أعلام علم المصريات. النهاردة هيحدثنا الباحث شريف محمود عن معبد من أهم المعابد، من أهم المعابد على إطلاق في مصر القديمة، هو معبد الملك سيتي الأول في أبيدوس بسوهاج. أنا بقدم نيابة عن حضراتكم أجمعين وباسم جروب أثار وحضارة مصرية خالص الشكر والتقدير للباحث على محاضرته اللي سوف يلقيها علينا هذه الليلة، بكل المجهود في التحضير والإخراج المتميز اللي قام بيه في الباوربوينت. فليتفضل بعرض الباوربوينت والبدء في المحاضرة. أنا أديت لحضرتك يا أستاذ شريف دلوقتي إمكانية الشير، اتفضل. يا ريت حضراتكم جميعا بنغلق المايكات وبنقفل الكاميرا، وكل الأسئلة اللي هتخطر على بالنا نسجلها في ورقة. الزوم احتمال يدوم أكتر يعني جلستين غالبا. في نهاية الجلسة الثانية كل المداخلات من أسئلة أو استفسارات أو تعقيبات أو إضافات هيرحب بها الباحث من حضراتكم في النهاية. تمام، نفس اللينك اللي ابتدينا بيه الزوم دلوقتي هو اللي بيستمر معانا في الجلسة الثانية مباشرة عقب الانتهاء ال 40 دقيقة الخاصة بالجلسة المجانية على الزوم. اتفضل استاذ شريف. تمام يا دكتور باسم. مساء الخير على حضراتكم جميعا. اعرفكم بنفسي، انا شريف محمود، باحث في الاثار المصريه القديمه، حاليا بعمل دراسات فيها وماستر. محاضرتنا النهارده هتتكلم عن واحد من اهم المعابد المصريه القديمه، هو معبد الملك سيتي الاول بابيدوس. معبد الملك سيتي الاول بابيدوس في اسباب كتير بتخليه معبد فريد من نوعه، مش بس تخطيطه او الوان او الكلام ده كله. اولا هنبدا بس بمقدمه عن منطقه ابيدوس. ابيدوس زي ما معظم حضراتكم عارفين ان هي العاصمه الدينيه للاقليم الثامن من اقاليم مصر العليا، وهي كانت عاصمه الاقليم الثامن اللي هو كان اسمه طاور، اللي هو عند الموز ده. طاور اللي هي الارض العظيمه دي، ابيدوس كان اسمها الجبل المقدس، كان نطقها باللغه المصريه القديمه اب جو، يعني الجبل المقدس. هي حرفت في اليونانيه بقت ابيدوس واتنقلت لنا في العربيه فبقى اسمها اسم ابيدوس. ابيدوس هي الجبانه بتاعت الاقليم الثامن زي ما احنا عارفين، وبتتقسم لعدد كبير من المناطق الاثريه. اهم الاثار اللي موجوده في ابيدوس نفسها هو المعبد بتاع الملك سيتي الاول اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، ومعبد الملك رمسيس الثاني، كمان شنط الزبيب، المبنى اللي هو بيرجع لعصر الاسره الثانيه، وده بناه يعني يرجح ان هو الملك خاسخموي من الاسره الثانيه، لان تم العثور على دفنات عليها اختام فبنرجع للملك ده اللي هو المبنى. كمان المجموعه الجنائزيه بتاعت الملك سنسرت الثالث، وكمان المجموعه بتاعت الملك احمس والملكه تيتي الشري، وجبانه جبانه ام الجعاب. جبانة أم الجعاب هي واحدة من أقدم الجبانات المصرية القديمة. دي جبانة طبعا عارفين احنا ان الملوك بتوع الأسرة الأولى والتانية شيدوا المقابر الرمزية بتاعتهم في المقابر الرمزية بتاعتهم في أبيدوس علشان يتقربوا من الملوك الملوك اللي هم مدفونين في أبيدوس. أولاً تخطيط المعبد. المعبد زي ما احنا عارفين هو مبني على شكل حرف L مقلوب، عبارة عن سور من الخارج، سور مبني بيحيط بالمجموعة بالمعبد بتاع الملك، مبني من الطوب اللبن. حاليا السور مهدم، مش باقي منه إلا أطلال قليلة، والمعبد نفسه
اللي هو معمول على حرف شكل ال مقلوب، بيبدأ بالصرح الاول. الصرح الاول ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي هو الماوس جاي عليه، وبعد كده ايه الفناء الاول، وبعد كده الصرح الثاني اللي هو ده اللي بيتقدمه 12 عمود مربع، وبعد كده بيبدأ معانا بالفناء الثاني، وبعد كده صالة الأعمدة الأولى وصالة الأعمدة الثانية، وبعد كده بندخل لمنطقة قدس أقداس المعبد، واللي هي مكونة من 7 مقاصير في معبد. ما تكررش إن يكون في معبد ليه 7 مقاصير قدس أقداس ل7 معبودات مختلفة على محور المعبد. بعد كده استاذن هنكمل حضرتك بس في يا استاذ شريف، لو ممكن اتفضل. تقرب من المايك وتعلي صوتك عشان الصوت يبقى اوضح. تمام يا دكتور. الصرح الثاني زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده المنطقه قدس الاقداس، ودي عباره عن 7 مقاصير قدس اقداس، خلفها المعبد بتاع المعبود اوزير، معبد صغير عباره عن جناح خاص بالمعبود اوزير داخل المعبد. بعد كده عندنا الجناح الجنوبي من المعبد، وده طبعا لما نبص لتخطيط المعبد هنلاقي ان شكله غريب. طبعا المعروف ان المعابد المصريه القديمه بتمشي على محور واحد، لكن هنا في معبد سيتي الاول محور المعبد بيبدا من الشرق للغرب، تمام، وبيتجه بعد قدس الاقداس ناحيه الجنوب، لان خلف المبنى مباشره موجود مبنى اللي هو اسمه الاوزيريون. مبنى الاوزيريون ده بيرجح ان هو تم بناؤه في عهد سيتي، لكن المعبد ده اقدم من كده، وهو ده السبب اللي خلى المعبد يتخذ الشكل المعماري الغريب ده. بالمناسبه المعبد ده كان مهدم زي ما واضح هنا في الصوره في بدايه ال 19 عام 1922، وتم عمل استكمال للمعبد عشان يظهر بالشكل الحالي والواجهه الجميله بتاعته. دي طبعا واجهه المعبد، وبالمناسبه المعبد ده هو من نوعيه معابد ملايين السنين اللي هي معابد تخليد الذكرى، وده اللي تم وصفه في المعبد: حوت شيبسس ميت حوهو من بول ان سوت بيتي من معت رع، معبد ملايين السنين الخاص بالملك من معت رع اللي هو سيتي الاول. واجهة المعبد بالمناسبة المعبد كله مشاد من الحجر فيما عدا بعض الأجزاء المعمارية الموجودة في المعبد. فمثلا الأعمدة بتاعة المعبد، في أعمدة اللي هي موجودة في الواجهة، والأعمدة والصرح الأول والصرح الثاني، والأعمدة اللي موجودة في فناء الأعمدة الأول وفناء الأعمدة الثاني، ده كله مشاد من الحجر الرملي، تمام. ده تخطيط لفناء الأعمدة، الفناء الأول اللي في المعبد. طبعا زي ما ظهر قدام حضراتكم هنلاقي هنا عبارة عن فناء، في المنتصف هنا دول بئرين، البئر الشمالي ده كان مخصص للمياه، ويقال إن هم كانوا مخصصين للاغتسال بواسطة الكهنة طبعا والناس اللي هي موجودة في المعبد، إن احنا عارفين إن المعابد دي أماكن مقدسة وكان لازم يتم التطهير فيها. ده المفروض الصرح الاول، ده طبعا مهدم حاليا مش باقي منه الا اجزاء قليله. وعندنا بعد كده اللي هي مدخل الصرح الثاني، فيه 12 عمود مربعين، 6 هنا في الجنب اليمين و6 في الجنب الشمال. بيظهر هنا في خلف السور بخلف الصرح الاول 14 فتحه او 14 قوه، هي موجود فيها تماثيل للمعبود اوزير ولكنها مهدمه حاليا، يعني موجود 7 في الجنب اليمين و7 في الجنب الشمال. طبعا احنا لو ركزنا في الارقام اللي موجوده هنا، يعني مثلا 14 تمثال اوزيري، لما ندخل جوه في صاله الاعمده الاولى هنلاقي ان تم وصف 14 لقب للمعبود اوزير على الجدار الشمالي لصاله الاعمده الاولى، ودي القاب المعبود اوزير اللي هي المفروض لها اشاره ان المعبود ده تم تقطيع اجزاء جسده ل 14 قطعه. فهنا ممكن يكون الربط ما بين ال 14 فتحه اللي هم موجودين في الصرح وما بين الجزء اللي موجود جوه اللي هو الالقاب بتاعه المعبود اوزير. من اهم النقوش اللي موجوده هنا في الفناء الاول على الجنب الجنوبي هنا، في نقوش المعركه بتاعت الملك رمسيس الثاني اللي هي نقوش معركه قادش. طبعا هي الجدار هنا مهدم لكن برضه ما زال باقي منه اجزاء، يعني مثلا هنا هنلاقي منظر المعركه. واهم المشاهد اللي موجوده هنا اللي احنا معروف عندنا ان هو نادر او مش موجوده، المظهر النقش بتاع احصاء عدد ايادي الاسرى، وده موجود في معبد الملك رمسيس الثالث اللي في مدينه دهب، وبرضه موجود في معبد سيتي الاول في ابيدوس. كمان العجلات الحربيه والكلام ده كله موجود في الفناء على الجدار الجنوبي. اول ما بندخل للفناء الثاني اللي هو الفناء الليالي المشهد ده على طول،
هنلاقي هنا ان في المفروض موكب الامراء والاميرات اللي هم ابناء وبنات الملك رمسيس الثاني، هنلاقي مصور على الجانب الشمالي الاميرات، ومصور على الجانب الجنوبي اللي هم الابناء الذكور زي ما ظهر قدام حضراتكم دلوقتي. هنا اهو الابناء اللي هم الامراء، وهنا اهو الاميرات اللي هم بنات الملك رمسيس الثاني. من اهم النقوش اللي موجوده في الواجهه برضو نص التكريس، ونص التكريس ده عباره عن نص طويل او نص الاهداء، ده نص عمله للملك رمسيس الثاني. النص ده ملخص ما فيه ان الملك بيحكي لما جه تولى الحكم في اول سنه ليه بعد ما زار اللي هو المعبد سيتي الاول بابيدوس، بيقول ان المعبد ده لما جه هنا لقى الاعمده موجوده وما لم يتم النقش عليها، يعني لم يتم الانتهاء عليها، وان هو اكمل العمل بتاع والده. وقال جمله ظريفه جدا، قال ان انا كتبت اسمي بجانب اسم والدي علشان الابن مثل ابيه. ده حرفيا اللي هو كتبه في النص. النص ده عباره عن 116 سطر، وهو موجود زي ما هنا ظهر مع حضراتكم، موجود على الجانب الايسر هنا للواجهه بتاعت المعبد. هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين الملك رمسيس الثاني المفروض اهو واقف، وقدامه اوزير، ومن خلفه ايزيس، وهنبص هنا هنلاقي ان الملك سيتي الاول متصور خلفهم كعضو ثالث، يعني كعضو ثالث في الثالوث اللي هو الثالوث بتاع ابيدوس، كان الملك سيتي الاول هو حورس. طبعا احنا دلوقتي بعد ما دخلنا شفنا الواجهه بتاعت المعبد اللي هي قبل صاله العمده الاولى مكونه من 12 عمود مربع. الأعمدة دي طبعا عليها نقوش للملك مع المعبودات المختلفة. دلوقتي احنا كده قدام الواجهة بتاعة المعبد اللي هي المفروض فيها 7 مداخل، المداخل دي كلها تم إغلاقها ما عدا 3 مداخل، المدخل بتاع مدخل معبود أمون رع، ومدخل المعبود أوزير، ومدخل حورس. دول ال3 مداخل اللي فضلوا زي ما هم. لكن المدخل الرئيسي للمعبد والمحور الرئيسي للمعبد هو المقصور، هو المدخل بتاع المعبد، المدخل بتاع امون رع. واحنا داخلين المعبد هنلاقي منظر لي على الاعمده العمودين اللي قدام المدخل على اليمين واليسار، مره للملك بالتاج الاحمر ومره للملك بالتاج الابيض، وكانه بيقول لك اتفضل ادخل. صاله الاعمده الاولى اللي هي الاولى. الصاله دي عباره عن 24 عمود. الاعمده دي من نبات البرد المبرعم، هي طولها عرضها من الشمال للجنوب 60 متر، وطولها العرض بتاعها 14 متر، يعني طول من الشمال للجنوب 60، ومن العرض للشمال ومن الغرب للشرق 14 متر. من اهم النقوش والمواضيع المصوره فيها هي نقوش المعبود تحوت وسيشات، وهم بيسجلوا اسماء الملك واعماله والتبركات بتاعته. كمان المواضيع المهمه المسجله في الصاله هنا المعبود حعبي، طبعا عارفين حعبي هو ممثل الاقاليم، وحعبي هنلاقيه هنا في المعبد بيتصور بكل اقليم، بمعنى ان انت عندك 42 اقليم، 22 بتوع الجنوب وال 20 بتوع مصر السفلى، فهنلاقيه في كل اقليم عليه الرمز على دماغه رمز الاقليم، وبيقدم اللي هي القرانين والحاجات بتاعت الاقليم ده. من اهم المناظر اللي موجوده في معبد سيتي الاول بابيدوس، واللي بتثير غموض ويعني بيتقال حواليها حاجات كتير، المشهد المشهور بتاع الدبابات والطائرات والغواصات. في الحقيقه هو مش كده خالص، هو عباره عن ان الملك سيتي الاول عمل الالقاب بتاعته. المفروض ان صاله العمده الثانيه دي معظم نقوشها اصلا بتاعه رمسيس الثاني، لان لما توفى سيتي الاول لم يتم الانتهاء منها، فلما جه سيتي الاول عمل اللقب بتاعه فوق على العتب، هنلاقي كتب اللقب بتاعه اللي هو دير بيجت، اللي هو المخدع الاقواس التسعه، او اللي بيرهب الاقوام بتاعت الاقواس التسعه اللي هم اعداء مصر. فلما جه رمسيس الثاني عمل الالقاب بتاعته عليها، فقال ميكي كيمت وعف خاسوت، يعني حامي مصر الذي يخدع البلاد الاجنبيه او الصحاري. فنتج عن ده ان هو ايه يحصل الخلط ما بين الالقاب بتاعت الملك. من زي ما قلنا طبعا ان المعبود حعبي في المعبد ده تم تصويره. هنا اهو انا جايب لحضراتكم 6 نماذج للاقاليم دي. هنلاقي هنا في الاقليم الاول اهو، الاقليم الاول من فوق على الجانب الايسر، الاقليم الاول من اقاليم مصر العليا اللي هو تاسي تي، ارض حمله الاقواس اللي هو في اسوان. وبعد كده عندنا الاقليم ال15 من اقاليم مصر العليا اللي هو اقليم الارنب، وده في محافظه المنيا. بعد كده هنلاقي عندنا الاقليم الخامس من اقاليم مصر العليا اللي هو افت اللي هو جبتيو. وبعد كده عندنا تحت على الجانب الايسر الاقليم العاشر من اقاليم مصر السفلى اللي هو اتريبس او الاتريب.
بعد كده عندنا الإقليم السابع عشر من أقاليم مصر العليا، اللي هو إقليم أنوبيس اللي هو كينوبلس. وبعد كده عندنا الإقليم الخامس من أقاليم مصر السفلى، اللي هو إقليم نيت الشمالي اللي هو صال حجر سايس. نبدأ بالنقوش اللي في المعبد. عندنا هنا النقش اللي هو بتاع الملك، هنلاقي إن النقش هنا هو المفروض للملك، ومن قدام قدامه معبودة صغيرة اللي هي اسمها ميريت شمعيت. دي ميريت هنا، ميريت محيط، دي ميريت الخاصة بمصر السفلى، وهي من الهيئات أو المعبودات اللي ارتبطت بالموسيقى والاحتفالات، فتلاقيها دايما موجودة مع الملك. الملك هنا ماسك في إيده حاجة زي طائر، وبيأدي طقسة معينة قدام المعبود أمون ومن خلفه المعبودة سخنة. من أهم نقوش الصالة بتاعت الأعمدة الأولى دي النقش المميز جدا للملك في المراحل العمرية المختلفة. هنلاقي على الجانب الجنوبي للصالة دي المشهد ده اللي هو قدام حضراتكم، الملك مصور في كذا مرحلة من عمره، بس مرة بالتاج الأبيض، مرة بالتاج الأحمر، مرة بتاج الخبرش، مرة بالنمس، فدي المفروض هتحور تمام. لكن في الجانب الأيمن من نفس النقشة هنلاقي المعبودة إيزيس واقفة، لكن مش هتحوره بس، لا هو هنا ذكر أربع حتحورات لعبادتها. من الجانب هنا اليمين لليسار هنلاقي حتحور نبت يونت، حتحور اللي هي سيدة عين شمس، وبعد كده حتحور نبت قصاي اللي هي سيدة القصية، وبعد كده حتحور سيدة مدينة هو اللي هي باتيو، وبعد كده حتحور نبت إتب إحو اللي هي سيدة أطفيح. برضو من اهم النقوش اللي موجوده في الصاله دي نقوش تاسيس المعبد، ودي طبعا زي ما احنا عارفين ان كل معبد بيتعمل زي مراسم او طقوس معينه علشان يتاسس المعبد ده. فمثلا نلاقي مثلا ان هنا الملك على الجانب الايسر من فوق ماسك اللي هو الفاس مر، فبيعمل عمليه ايه تسويه للكثبان بتاعه الرمل، وهنلاقيه واقف قدام المعبود اوزير. خلي بالكم اوزير هو من اهم المعبودات اللي في ابيدوس طبعا، ويعتبر برضه من المعبودات اللي اتكرس لها المعبد، لان المعبد ده بصفه اساسيه بعيدا عن امون رع اللي هو كان الاله الرسمي في عصر الدوله الحديثه، هو برضه كرس المعبد ده للثالوث اللي هو الرئيسي اوزير وايزا وحور. عندنا برضه هنلاقي هنا الملك بيقدم حاجه للمعبود حور، وبعد كده تحت على الجانب الايسر هنلاقي المعبوده سيشاط اللي هي الهه الكتابه، وهنلاقي الملك ومن وراها اوزير، بس هنا بيعملوا طقوس اللي هي المفروض الاساسات اللي هو هنلاقي هنا بيدقوا على اوتاد معينه بحيث يحددوا اجزاء المعبد، وده حاجه اسمها مشهد تكريس، بمعنى ان الملك هنا بيشد مقصوره معينه لانه بيكرس المقصوره دي للمعبود اللي هو واقف المعبود خالص. من النقوش اللي موجوده في الصاله برضو النقش اللي موجود على الجدار الشمالي، وده نقش بيصور الملك ومعاه وبواوت وحورس تمام. المفروض ان هو ده زي مشهد تتويج، مشهد تتويج، بس في حاجه هنا هو في معبد سيت الاول لم يتم وصف او ذكر المعبود سيت، مع ان اسم الملك اسمه سيت الاول، بس هنا في المعبد هنا انت في ابيدوس، فمش هينفع تذكر سيت اللي هو المفروض قتل اخوه وعمل الكلام ده، هي عباره عن ديانه ومعتقدات دينيه، فاحنا مش هنلاقي سيت ده خالص. هو المفروض الطبيعي ان احنا نلاقي هنا ده حورس وده وبواوت، فنروح نلاقي هنا مين؟ نلاقي المعبود ست مكان وبواوت. هنا ده مشهد موجود برضو على الجدار الشمالي، هنلاقي ان الملك بيقدم اواني التطهير للرب ايزيس. دي طبعا مجموعه من الرؤوس التماثيل اللي موجوده في المعبد هناك، موجوده خلف احد الابواب اللي تم غلقها في عهد رمسيس الثاني. الرؤوس دي تم نقل جزء منها لمتحف سوهاج. صاله الاعمده الثانيه بمعبد سيتي الاول. صاله الاعمده الثانيه اللي موجوده في معبد سيتي الاول هي عباره عن صاله برضو مكونة، لكن هي أكبر في الحجم من الصالة اللي قبلها اللي هي صالة الأعمدة الأولى، والصالة دي بالكامل نقوشها للملك سيتي الأول، والنقش فيها من نوع النقش البارز بخلاف الصالة الأولى اللي هي فيها نقش غائر. مكونة من 36 عمود، 24 عمود بتيجان اللي هي نبات البرد المبرعم اللي هي زي ما موجودة في الصالة الأولى، لكن الصف الأخير اللي موجود قدام قدس الأقداس على مستوى أعلى ده بدون تيجان، وطول الصاله دي يعتبر نفس الحجم بالنسبه لصفين الاعمده اللي هم في الصاله الاولى، لكن المستوى بتاع الارضيه بيعلى في الصف الاخير، بيعلى حوالي 50 سنتيمتر. طبعا دي النيشات الجانبيه اللي موجوده في الصاله، هنلاقي في نيشات جانبيه، النيشات دي تم زخرفه السقف بتاعها بمناظر للنجوم السماويه زي ما موجود هنا،
وهنلاقي ان الملك برضه في نقوش هنا، هنلاقي بيتعبد للمعبدات. يعني حتى المساحه الصغيره دي استغلها الفنان في معبد سيتي الاول وعمل فيها نقوش. هي طبعا الهدف منها ممكن يكون وضع تماثيل للمعبودات، لان هي بين كل مقصوره ومقصوره هنلاقي نيشه زي دي موجوده فيها نقوش. من اهم الموضوعات اللي موجوده في معبد سيتي الاول واللي بتتكرر في كل المعابد هي الرخيت، الرخيت اللي هي عامه الشعب. والرخيت دول اختلف عليهم الكلام كتير، يعني في ناس تقول لك ان هم الفقراء، وان يقول لك عامه الشعب، وان يحدد بيهم فئه في المجتمع معين. لكن فيما يبدو يعني ان الرخيت دول لهم اهميه كبيره جدا، بدليل ان في كل المعابد بيتصوروا، مع العلم ان الرخيت او عامه الشعب دول مش بيدخلوا جوه، مش بيدخلوا صاله اعمده اولى ولا ثانيه. المفروض الاحتفالات بتاعتهم بتقام في الافنيه اللي هي اللي موجوده بره، لان المعبد ليه قدسيه، يعني قدس الاقداس او المنطقه اللي جوه دي مش بيدخلها الا الملك او الكاهن بتاعه. طبعا ده اسم الملك اللي انا لفت اتكلمت عنه، ان هو اسمه المفروض اسم الملك سيتي ميري امبتح، يعني سيتي محبوب بتاعه. لكن في الحقيقه ان اسم الملك في المعبد ما اتكتبش كده خالص، اتكتب تيتي ميري امبتح. وكأن الفنانين اللي في المعبد يعني بيراعوا زعل المعبود أوزير، يعني مش عايزينه يزعل. نقش مهم جدا من النقوش اللي موجوده في الصاله دي بيصور الملك لابس التاج الازرق وماسك القلاده اللي هي اسمها قلاده، هي عباره عن قلادتين مع بعض، قلاده الشبول اللي هي الدايره دي، وفي تحت اللي هي الصدريه دي، بيقدمهم للمعبود أوزير ومن خلفه ايزيس المجنحه. طبعا ده مشهد برضو مهم جدا، هنلاقي الملك برضو قاعد على ركبه يعني، وبيقدم الخنجر اللي هو السلاح للمعبود حورس اللي بتجلس من خلفه والدته المعبودة، معبودة إيزيس. ده طبعا في الجدار الشمالي للمعبد. ده برضو مشهد مهم جدا، هنلاقي ان الملك سيتي الاول ماسك في ايده اللي هي الماعط وبيقدمها لسالوس ابيدوس. طبعا اللي ظهر قدامنا هنا هنلاقي ان ده وزير، تمام، وهنلاقي من خلفه زوجته ايزيس او ايسا، وهنلاقي حورس اللي هو الابن. يعني هو هنا بيقدم الماعط للسالوس بتاع ابيدوس اللي هو في المعبد. العلامه اللي تحت العرش بتاع المعبود اوزير هنلاقي ان هي تشبه علامه الماعط، يعني هي بصوا هنا حتى برغم المسح اللي موجود في الجزئيه دي هنلاقي هنا ان هي تشبه علامه الماعط، وكأن اوزير ده بيجلس على الماعط والملك بيقدم له الماعط. طبعا واحد من اهم النقوش اللي موجوده في صاله الاعمده الثانيه في معبد سيتي الاول بالتحديد على الجدار الشمالي، مشهد اللي هو بتاع الالقاب ال14 للمعبود اوزير. طبعا المشهد او الالقاب دي انا قلت لما اتكلمت عن الصرح الاول، قلت ان في الظهر بتاع الصرح 14 كوة او 14 فتحه، ال 14 فتحه دول 7 على اليمين و7 على الشمال، بيمثلوا تماثيل اوزيريه. وهنا برضو دي القاب المعبود اوزير، خلي بالكم، يعني مثلا هنلاقي هنا ايه اللي هو اوزير خنتي ايمنتي، اوزير خنتي ايمنتي، وبعد كده اوزير ونفر، وبعد كده اوزير عنختي، وبعد كده اوزير نب عنخ، وبعد كده اوزير نب ارجر سيد الجميع، وبعد كده اوزير ان خنتي، وبعد كده اوزير صرع، وبعد كده اوزير تاتينن، تمام، وبعد كده اوزير نب عنخ. فدي كلها القاب المعبود اوزير اللي هي الملك سيتي الاول بيقدم لها التبخير. مشهد واحد من اعظم المشاهد اللي موجوده في معبد سيتي الاول واللي ما كررش ابدا هو المشهد بتاع تتويج اوزير، تتويج اوزير ده امام التسوع وفي حضور خمس معبودات. خمس معبودات دول كل واحده فيهم مسؤوله عن حاجه، فهنلاقي مثلا هنا دي ماعت، تمام، ماعت اللي هي الهه الحق والعداله، وهنلاقي خلفه هنا ايزيس، ومن وراها ايمنتت، ومن وراها نبت حوت اللي هي نفتس. المشهد ده موجود على الجدار الشمالي، وهنلاقي هنا ورا في الخلف هنا وراء ماعت هنلاقي المعبوده ريمبت اللي هي مسؤوله عن السنين. برضه من المشاهد الجميلة اللي موجودة على الجدار الشمالي بالمعبد، المشهد اللي بيصور الملك بيقوم بالتبخير والتطهير أمام كل من أوزير ومن خلفه المعبود حورس. دي طبعا شجرة الإيشد المقدسة، أو زي ما بيقولوا شجرة الحياة. شجرة الإيشد زي ما احنا عارفين إن هي عبارة عن شجرة في الغالب بيكون بيتجسد عليها أعمال الملك أو سنين حكم الملك. والغرض من تصوير الشجرة يعني الإشارة إلى إن سنين الملك دي مزدهرة زي الشجر. فنلاقي هنا اوراق الشجر نفسه
نلاقي ان هي ممكن يتكتب عليها اسم الملك. مش بس كده، ده حتى الثمار بتاعت الشجره ممكن نلاقي عليها اسم الملك. فهنا هنلاقي الملك سيتي الاول زي ما احنا شايفينه اهو في النص، تمام، قاعد على ركبه قدام، ومن جنبه هنا المعبود اللي هو المعبود راح الاخت، راح الاخت، خلي بالكم هو راح الاخت بيكتب على الشجره، تمام. وعلى اليسار هنا هنلاقي ان المعبود بتاع جالس داخل المقصوره بتاعته، وبرضه الملك بيقدم له حاجه كده زي علامه الحح اللي هي ملايين السنين، تمام، وفيها الريشه برضه بتاعت ريمبت واسم الملك. بتاع كانه بيديله برضه تبركه او نوع من الكلام ده كله على الكلام ده. خلي بالكم من المرات القليله انك تلاقي معبود ملوش علاقه بالكتابه زي مثلا سيشات او جحودي وتلاقيه موجود في النقوش دي بيعمل الكلام ده. فهنا ده مشهد برضه من المشاهد النادره. طبعا المشهد ده موجود على الجدار الغربي، ده طبعا النقش بالالوان. من المشاهد الجميله برضه على الجدار الغربي مشهد الملك سيت الاول ماسك في ايده طائر هو يشبه طائر الرخيل. وبرضه هنلاقي هنا المعبوده اللي هي واقفه قدامه دي ايزيس بتدي له حاجه اللي هي علامه العنخ، بتدي له الحياه بقلاده الميت. وقلاده الميت دي لها اهميه كبيره جدا زي ما احنا عارفين، ليها علاقه بالاسطوره بتاعت ست وزير واقتلاع الجزء حيوي من جسد ست بواسطتها. يعني من النقوش اللي موجوده على الجدار الغربي كمان مشهد للملك في حضور معبودات، يعني مره نلاقيه مع ايزيس ومره نلاقيه مع حتحور. خلي بالكم ايزيس وحتحور في المعبد هم يعني وردوا بنفس الشكل. من اهم النقوش اللي موجوده على الجدار الجنوبي للمعبد النقوش اللي هي موجوده دي هي مهشمه حاليا في جزئها العلوي، لكن موجود برضو الجزء السفلي منها. المشهد العلوي ده هو عباره عن طقسه الحوض بحسوب او اقتياد العقول الاربعه، وهي من الطقوس المرتبطه جدا هي كانت في البدايه مرتبطه بالزراعه، لكن فيما بعد الطقوس دي يعني تم الاشاره ليها او بان هي بتشير للمواد المختلفه، تمام. والاربع عقول دول ما كانوش بلون واحد، كانوا باربع الوان. فبيجي اللي هو من فوق صاب جشر حج كم اللي هو المزرقش والابيض و المزرقش والاحمر والابيض والاسود، الاسود دايما بيكون من تحت. ودي طقسه خاصه بالملك، لكن الطقسه اللي خاصه بالملك رمسيس الثاني موجوده في الفناء الثاني بره خالص. دي برضو طقسه اسمها تقديم صناديق الميريت. صناديق الميريت الاربعه دي هي عباره عن صناديق برضو بيتحط فيها نوع من الاقمشه. هنلاحظ ان القاب بتاعت الملك ظاهره هنا خلف الملك في الجزء ده. طبعا المعبودات اللي هم قدامها احنا مش عارفينها مين. برضو من المشاهد المهمة جدا في المعبد بتاع الملك سيتي الأول بأبيدوس المشهد اللي بيصور طقسة فتح الفم. طبعا طقوس فتح الفم احنا بنشوفها كتير في المقابر بتاعت الأفراد والكلام ده. هنا هو هنلاقي إن الكاهن اللي هو اسمه إيون موت إف، وقدامه الملك اللي هو الملك سيتي الأول بيرتدي التاج الأحمر. لو قرينا النص ده هنلاقي جد مدو إيم إيون موت إف ويب رائك إم نو إمبو سيب فور، تمام، سيب في دو. يعني انا قول الكلام بواسطه الكاهن ايون موت اف، انا افتح فمك بواسطه الاداه اللي هي اسمها النو اللي هو ماسكها في ايده دي اسمها اداه النو، تمام. امبو، النو ده من الادوات الخاصه بامبو، لان احنا عارفين ان المعبود امبو ده او انوبس ده اله خاص بالتحنيط، ويقول له اربع مرات. يعني انا هفتح بقك بالنو دي اربع مرات. النقش ده موجود على احد الاعمده اللي موجوده قدام مقصوره الملك سيتي الاول في المعبد ده. طبعا من المشاهد الجميله اللي بيها رينن ويرد. رينن ويرد دي من الهه، هي الهه الحصاد في مصر القديمه. هنلاقي ان الملك هنا بيقدم لها صادريه خاصه بها. قدس الاقداس، قدس اقداس المعبد. احنا عارفين طبعا ان معبد سيتي الاول مكون من 7 مقاصير قدس اقداس مرتبه من الجنوب للشمال بالشكل ده. سيتي الملك سيتي نفسه ليه مقصوره بتاع راح الاختي امون رع وزير ايسا حور. دول ال7 معبودات اللي لهم مقاصير قدس الاقداس. قبل ما اتكلم عن المقاصير بتاعه قدس الاقداس حابب الفت نظركم ان انت لما تدخل على المعبد بتاع سيتي بدايه من الدخول خالص من بره، كل ما بتدخل لجوه في المعبد بتحس ان الارضيه بتعلى بيك والمستوى بتاع الارضيه. ده طبعا معروف في المعابد المصريه القديمه النظام ان انت بتدخل فبيديك نوع من القداسه، فبتلاقي نسبه كمان الضوء قلت. هنا هو قدام المعبد قدام القدس الاقداس هنلاقي ان احنا على مستوى اعلى. وزي ما قلت لحضراتكم ان الصاله العميده الثانيه مكونه من 36 عمود في 12 عمود على مستوى اعلى اللي هو 50 سم. هنا هنلاقي الفرق المستوى ظاهر هنا في الجزئيه دي، تمام.
ده طبعا شكل تخطيطي للمقاصير من بره، من ناحيه الشرق. هنلاقي هنا ان في 7 مقاصير هنا ظاهرين قدامنا، تمام، كلهم المقاصير دي على شكل كوخ من بره، قبو، شكل قبو من الخارج، ما عدا المقصوره بتاعه الوزير. هنلاقي ان هي ملهاش باب وهمي في الخلف، دول كلهم لهم ابواب وهميه ما عدا المقصوره دي. هنلاقي ان هي مفتوحه على معبد او جزء خاص ورا في المعبد. ده شكل الباب الوهمي طبعا، وده الفرق ما بين الاعمده. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا في المعبد هنا عندنا نوعين من الاعمده، نوع النبات البرد المبرعم اللي هو ده، والنوع اللي هو الاعمده اللي بدون تاج اللي هو موجود منه قدام اقداس معبد سيتي. نبدا بمقصوره حورس. حابب بس اقول ان فاضل 5 دقائق على الجلسه الاولى، وحابب ارحب بكل الحضور الكريم، وخاصه بالاستاذ الغالي والقدير والاخ الصديق دكتور ميسره، اللي هننتظر منه يكون اول مداخله ان شاء الله بعد الجلسه الثانيه ان شاء الله. يشرفنا طبعا يا دكتور باسم. وده كامل تحياتي لجميع الزملاء الاساتذه والدكاتره والحضور الكريم من الباحثين الجدد. اتفضل. باقي 5 دقائق، حاول تظبط على اساس ان احنا نغلق الزوم ونواصل في الجلسه الثانيه. من اهم النقوش او المقاصير زي ما قلنا مقصوره المعبود امون رع. امون رع هو الاله الرسمي في عصر الدوله الحديثه طبعا، زي ما كان ليه معابد كتيره وفي كل مكان، حتى في ابيدوس برضو اللي هي مش المفروض مقر عبادته، يتشيد له معبد ويتعمل له المحور الرئيسي بتاع المعبد للدخول للمقصوره بتاعه المعبود امون رع. طبعا المقاصير دي النقوش بتاعتها في الغالب هي طقوس الخدمه اليوميه. هنلاقي ان المقاصير كلها متشابهه في النقوش بتاعتها فيما عدا المقصوره بتاعه الملك سيتي الاول اللي هو اله نفسه. فهنلاقي امون رع اول ما تدخل المقصوره بتلاقي مثلا الملك هنا بيقوم بتغيير الملابس بتاعه المعبود، كمان هنا هنلاقيه ماسك المبخره، وهنا بيفتح باب المقصوره، وهنا برضو بيعمل نوع من التبخير. طبعا المقصورة امون رع اللي بيميزها كمان ان قدام المقصوره في درجتين سلم، درجتين سلم المقاصير كلها قدامها ما فيش الكلام ده، في طريق صاعد زي الكوزوي اللي هو الصغير ده علشان يرفعوا عليه الحاجه. وده بيأكد ان الاحتفالات فعلا في المعبد ما كانتش بتتم الا الامون رع بعد وفاه الملك سيتي الاول ورمسيس الثاني. طبعا في مقصوره الملك، في مقصوره المعبود امون رع برضو في حاجه مهمه جدا، وهي المراكب اللي بيتم تصويرها في الجزء العلوي من كل مقصوره. هنلاحظ ان في مقصوره امون رع تم تصوير 3 مراكب وهي مخصصه لثالوث تيبا امون ومون وخنسو. مقصوره رع حور اختي برضو من المقاصير المهمه في المعبد. هنلاقي برضو ان في طقوس الخدمه اليوميه اللي كانت بتؤدى في المعبد زي ما احنا عارفين برضو بنفس الترتيب للمعبود في هيئاته المختلفه. احنا كده يا دكتور باسم، دكتور باسم معاك فاضل 3 دقايق. احنا كده ممكن نكمل الجزء ده في الروم الجايه طيب، ولا ايه؟ فاضل 3 دقايق. ولا اكمل؟ فاضل ثلاث دقايق لو تحب. تمام يا دكتور باسم، وهندخل بنفس اللينك على الزوم في الجلسة الجاية مباشرة. تمام. نيجي بقى الاهم، اهم مقصوره من ضمن المقاصير اللي هي موجوده في معبد سيتي الاول، المقصوره رقم 5، وهي مقصوره المعبود وزير. قدام المقصوره هنلاقي المشهد ده على السقف من فوق، من المشاهد اللي متكرره هناك. هنلاقي طبعا نخبه وجهه، وده معروف في المعابد ان هو بينشر الاجنحه بتاعتهم، بس هنركز هنا هنلاقي ان اسم الملك تم تصويره بطريقه الكريبتوغرافي او الكتابات المعمه. هنلاقي هنا علامه المن والماعط والرع، وده اسم الملك سيتي الاول مش متصور داخل خرطوش ولكنه في السقف، كان المعبودات دي بتحمي اسم الملك. اول ما ندخل المقصوره بتاعه اوزير هنلاقي المنظر الجميل ده للنجوم السماء، وفي وسطها اسم المعبود اللي هو المعبود اوزير. ده تخطيط الجناح بتاع اوزير، وهو عباره عن صاله كبيره مكونه من 10 اعمده، والاعمده دي نفس نوع الاعمده اللي هي اللي بدون تيجان، وبعد كده الصاله الصغيره دي اللي هي مكونه من 4 اعمده. وهنا هو هنلاقي فيه 3 مقاصير، وهنا هنلاقي مقصورتين 3 مقاصير برضو موجودين في المعبد. المقصورتين دول واحده للازير، واحده للازير، واحده للازيز، واحده للحرس. والغرف دي هنتكلم عنها فيما بعد. دي المركب نشمت اللي هي المركب الخاصه بالمعبود وزير الموجوده في معبد الملك سيتي الاول. طبعا دي الجزء من الزخارف اللي موجوده فوق، فوق على الجانب بتاع المعبد. ده مشهد بيصور الملك قدام المعبود ويب ووت اللي هو المسؤول عن الحرب والكلام ده، والى اليمين الملك اوزير، ومن خلفه المعبود عيسى.
ده من المشاهد الموجوده برضو في الجزء ده. هنلاقي ان الملك هنا حورس بيطهر الملك، وهنا برضو حورس هنلاقيه واقف وبيدي الملك علامه العنق وماسك في ايده نوع من العصيان، واحده بتنتهي براس نخبت وواحده بتنتهي براس واجه. طقوس الخدمه اليوميه بالمعبد، ودي من الطقوس من اهم الميزات اللي موجوده في المعبد. طبعا زي ما احنا عارفين ان المعبد ده بتؤدى فيه طقوس الخدمه اليوميه للمعبودات، اللي هي كل مقصوره هنلاقي فيها الطقوس دي بتتعمل تكاد تكون المشاهد متطابقه فيما عدا مقصوره سيف الاول ومقصوره اللي هو المعبود اوزير. هي الطقوس طبعا كانت بتؤدى بواسطه الملك او الكاهن بتاعه، فدايما هنلاقي الملك او الكاهن بتاعه. نتوقف عند طقوس الخدمة اليومية عشان نغلق الجلسة الأولى ونواصل مباشرة في الجلسة الثانية بنفس الرابط، ويا ريت حضراتكم تبقوا معنا. هقفل وافتح الزوم، أجدد اللينك.